طالما انت ورفقاتك ما بتشتغلوا شلون عم تضوا وقتكم؟ وين عم تروحوا؟ وين عم تجوا؟ مع مين عم تعدوا؟ معظم وقتنا بنقضي ببيت موفق، اكلين شاربين نايمين. طيب وقت اللي بترجع وش الصبح كمان بتكون سهران عنده بالبيت؟ معظم الاحيان. ويلي مو معظم الاحيان وين يعني بدنا نكون؟ يا عم نلعب بلياردو يا بشي مطعم. والبلياردو والمطعم بيضلوا فاتحين ليطلع الضو؟ طبعا. لكن هالشباب وين بتقضي وقتها؟ يا مازن انتو عم تروحوا تسهروا محلات الليل. مو صحيح، من هلا ورايح بعد الساعة 10 ما في سهر، يا اما بتروح بتلاقي لك بيت تاني قاويك. ساعة 10 بابا؟ ايش وجاج؟ جاج وحمير كمان. عجبك عجبك، ما عجبك الباب يفوت فيل مو جمال. معك حق، الساعة 10 قليل، منخليها للساعة 12، بس دقيقة بعد 12 حنقفل الباب ونخلي المفتاح فيه، وساعتها يا بتنام بالشارع يا عند عبدو مارديني. اخي ابي ما رح يحل عني قبل ما الاقي شغل وركز فيه. قلنا لك اشتغل بمحل ابي جودي تبع المفروشات، انت مرضي؟ اذا بنشتغل نحن الثلاثه انا موافق. لك والله معقوله بنهار عندكم وبالليل ما حدا له علاقه فينا؟ عم تمزح؟ هي فكره كثير حلوه، على القليله ما حدا بيقول عنا عطالين بطالين. يعني انت موافق موفق؟ اذا نحن الثلاثه بنشتغل مع بعض انا موافق، واليوم بحكي مع ابي. طيب خيو خلينا نرجع موضوعنا الاساسي، شو بدنا نعمل بهالدوريات المنحوتة بالليل؟ يعني شفتوا امبارح ما قدرنا ناخذ ولا سيارة. هذا كله من صاحب ابي العقيد فؤاد. كتر خيرك وخير ابوك على الاستفادة. اوف طيب اسمع الحديدة حمياني هون. تعال نطلع على شي محافظة. لادية، ادلب، حلب. ناخذ من هنيك ونبيع هون. لك ايه والله. بنروح بنفس اليوم، نروح بنهار ونرجع بالليل، بدون ما حدا يحس فينا. ايه بس انا لازم اكون بالبيت قبل الساعة 12. ايه هلا اذا ابوك بده يطلع لنا سنجة عرض كل مرة ما رح يمشي حالها. شو؟ لقيكم لاعتين؟ ليش ما عم تلعبوا؟ عود معنا بدنا نحكي معك كلمتين هيك على الهسي. خير ان شاء الله. مازين، كل يوم ليش رح شفت البنت مع اختها؟ لا هي ابو طيار عم تراقبوني؟ لانه العقيد رفيق ابوك عم يراقبنا. شو هاد؟ اساله. الظاهر حاطينها تحت المراقبة فعلا. لا ما إذا هالكلام صحيح. أخي نحن ما اتفقنا إذا أنت ما تركت البنت نفض الشركة اللي بيناتنا؟ أنا تركتها بس أختي أصرت إنه نتصالح. إيه شفناها كيف عم تتنتور فيك، وشفنا رفيقها كيف رجع كان بده ياكلك. إيه بس أنا ما سكتت له. أنت لفلفتها. إيه ما حلوة تخانق قدام أختي. إيه طبعا ما حلوة تتبهدل قدام أختك. موفق لحد هون وبس. ها أخي طالما فقست الاتفاق اللي بيناتنا انت من طريق ونحن من طريق. طولوا بالكم يا شباب، طولوا بالكم. نحن مولاد نزار، شو بدنا نحبس من تحت راسه؟ خلاص هاي اخر مره. اخي لا اخر مره ولا اول مره، لاقي غيرنا. وين المشكله؟ ونصوح تبعك ما بدنا اياه، نقعه وشرب ميته. مازن الحق عليك. ها قلنا له اخر مره، مالك شايف شو عم التتوى؟ لو ايدي بدها تزني بقطعها. انت شو ناقصك لتحب اللي احسن منها؟ سياره ابوها وسرقناها وحرقناها وعناصر العقيد ورانا، اللي انت بدنا نصبر عليك؟ يا اخي خلاص قلك اخر مره، لف انت التاني موفق شو بقى؟ لك انا من شانه ما حلو بحقه، يعني نحن ما فينا نحب ونقوم الدنيا ونقعدها؟ بس في مهم وفي اهم. مظبوط.